مرحبا، إذا نحن بدنا نعبي ماتريكس مثلا من اليوزر، ونحن مثلا ممكن نعرف شكل الماتريكس، أو اليوزر هو بيكون خبرنا شكل الماتريكس، لأنه اليوزر قالنا إنه الماتريكس تاعيته بدها تكون 4 lines وثلاثة columns. أوكي، ده مثلا 4 × 3 matrix. كيف ممكن يخبرنا هو؟ بيقلنا بالإنبوت مثلا نحن فينا نقول له فرضا الاكس الكبير او روز، مثلا روز نمبر equal input، مثلا هون فينا نقول له enter روز. فاللي بدي احكيه هون انه columns number، انه كيف فينا نعمل automation لهالشي before loop، يعني بس هيك. يعني ممكن هذا يكون ملبك فيها شوي. فإذا قلنا هون رح يكون rows number، اوكي. فالفكرة انه نحن بدنا نستفيد، بدنا نحن عم نلف بعدد الروز اللي هو مخبرنا اياه، بنكون كل مرة على كل رو جديد بينزل فيه، على كل مرة بينزل تحت هيدا الفور، على كل مرة بعيدها، كل iteration بدنا نعمل رو جديد، اوكي، على عددهم، وهذا الرو رح يكون عنده اندكس. ف هلا اذا بنقول له لزيته بايثون انه اذا فيك انت تعمل append مش بس لرقم، فيك تعمل append للليست، وهالليست هي بحد ذاتها رح تكون append، يعني بتزيده باخر اخر element، يعني بيكون هيك، يعني بحط اذا كان مثلا اذا هو في مثلا كان قبل بالام فرضا كان 6، ساعتها بيقوم بيعمل هيك، اوكي. هلا بيكون هو عامل append للام، اذا الام كان في قبله بس 6 فبيكون زاد فيها empty matrix. هون انا عم زيد empty empty list قصدي. فهذا هو حد ذاته مثل رو، هذا مثل رو. ف هيك بنكون احنا هون زدنا رو على كل مرة انا عم فوت جوات هيدا الفور، اوكي. وبعد ما زيد رو ساعتها بدي زيد elements بهيدا الرو الجديد اللي انا عم بحكي عنه، هي هاي الخطة يعني. ف m of x اللي m على هيدا، ف يعني انا هون كأني عم بقول الرو، انا هون عم بمسك الرو m of x وعم زيد الالمنتس 1 باي 1. قديش بدي زيد؟ على قدر ما هو بده، اللي هن كولم نم، اوكي. او خلينا نحن نطبعها هيك هيك مهضومه. فانتر رو نمبر فرضا شو بدنا نقول، 2 رو ب3 كولم 3، شو قصته؟ اس تي ار اوبجكت، مزبوط، ما هو سترينج. ف حتى نقول له انت، لانه والله نحن مطمنين انه اتس نمبر. مشكلته انه لما قلت له رينج فما عجبه، نسيت هون الانت، فقلت نوقفه وهون قل له انت رو فرضا 3 رو و2 كولم. هلا هون هيدا اول element، هون المفروض هون انه قل له لليوزر انتر element مثلا. اذا بدنا نعمل شغله مهضومه بنقول له element of row x، ما بعرف اذا بيقبلها هيك، بس بتقول له هيك concatenation هي اكيد of row x. هلا اذا اليوزر تبعنا فاهمين of row index، ف row index هو x، وإذا بدك تقول له إذا نقول له element of index enter element of index y، يعني of column index y in row index أو of row index and row index x. طيب حتى نقول له اوكي، وهيدي 3 2
concatenate string not end. ما احنا الواي هو عم بيقلب بقلب فقلت له رينج فبيقلب فيهم واحد واحد هني كلهم ارقام فنقول له str يعني هيك عم بكون شوي فانسي اكتر وهيك وهي لازم يعني بالنهاية نحن عم نحكي مع اليوزر لازم يفهم شو عم بيصير هات نسكره نرجع نعمل له ران ما بعرف شو عملت غلط انتر رو نمبر شو مشكلته انتربتد باي يوزر ايه اوكي 3-2 مثلا انتر element of column index of column index 0 and row index 0 فرضا فوت 5 ف اشاره حلوه البرانيه اصلا احنا كنا عاملينها نحن اصلا قايلين له هيك اللي هو بنعمله من البدايه وليست وعم بعمل له append فهيك بيفهم انه عم بعمل append للليست تعال الالمنت الثاني بقلبه ف انا احلى كان لو بينزل سطر بس يلا مثلا هيك بيطلع هيك احلى كمان هيك كمان هون اوبس هيك 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 طيب الالمنت هيدا انتر روز نمبر 3-2 انتر element of column index 0 5 مثلا بعدين 8 هي زادوا على نفس السطر 9 مزبوط ما هو 3 رو 2 كولوم فهي عملت 2 كولوم وهلا بده ينزل هون هيدا حيكون بالضبط of column index 0 and row index 1 صحيح كان احلى لو نقول له row index بالاول بعدين column index بس يلا ما بيأثر فعم بخبرني الكولوم بالاول بعدين الرو ف له 10 مثلا وثلاثة ما مشكلة انا هون كبست انتر ما عندنا مشكلة فهو اخذ في حط اللي بده اياه ما ضروري يحط ارقام اي شيء ما في شرط على هي 3 رو واثنين كولوم هذه هي فمهضوم وكتير حلو Okay.